شارك المنتخب الوطني بالبطولة العالم التي نظمت من 30 إلى 2 جويلية بمدينة روما الإيطالية، واستطاع أسود الأطلس هاد الأبطال الذين يقطنون في مدينة الدار البيضاء، أسود الأطلس حرزوا على 3 ألقاب عالمية، وهذه الألقاب أهلتهم بالمشاركة إن شاء الله في لاس فيغاس الدورة العالمية أكثر شعبية، وهذا فضل من الله. وشاركت أكثر من 20 دولة، واستطاع هاد الأسود ديال المغرب حرزوا على 3 ديال الأحزمة في مختلف، يعني في الوزن أقل من 65 شبان أقل من 17 سنة، حرز الدحماني حمزة على بطل العالم. وخصنا نفتخروا بالصغار ديالنا، وبهذا المنبر كنشكر الآباء ديالهم اللي ساندوه وعاونوه باش يوصل لهاد التسويج هذا. وهذا الحزام راه كيستاهلوا الأب ديالو الأم ديالو اللي بكل صراحة سمحوا الفلذات الكبد ديالهم أنهم يشاركوا، داروا ثقة فينا، والحمد لله ما خيبناش الظن ديالهم، حرزوا على بطل العالم. كان لقاء صعيب وصعيب وصعيب، اللي عمرني ما ننساه مع الإيطالي اللي كانت إيدي تقدر تمشي فيها، ولكن الحمد لله بفعل القوة الربانية والتدريبات فقدرت نحرز الفينال معاه، وما ننساش أيضا البرازيلي والبلغاري جون اللي كان صعيب بزاف، وكنت متوتر ديك الساعات حيت كنت لاعب ديجا المباراة الأولى، كنت متردد بأنني واش نكمل ولا لا، ولكن الحمد لله التأثير النفسي ديال الأستاذ ديالي أشرف سليم ولا محمد سليم كانوا شجعوني بزاف، هما اللي خلاوني نكمل، وكنشكر الوالدة ديالي سميرة خياري والوالد ديالي حميد الدحماني. وفقنا الله سبحانه وتعالى أننا نجيبوا اللقب للبلاد ديالنا ونهدوا جميع المغاربة ولا الرياضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإهداء ديالي كنهدي لجميع المغاربة، واخا كانت التصفيات والإقصائيات كان داكشي صعيب، والحمد لله تمكنا الفوز على فرنسا. كانت مقابلة صعبة جدا حتى إلى روما في إيطاليا، وكانوا 3 أبطال في روما، وحتى كان فرنسي وبرازيلي نفس الشيء فرنسي نفس الشيء فرنسي، والحمد لله توفقنا على الرباح إن شاء الله، وتكلاسينا لاس فيغاس إن شاء الله.